سمعنا اليوم في صلاة الفجر قراءة الفجر إلى دعوة عظيمة جدا ينبغي أن نكثر منها وأن نعتني بها، فما هي هذه الدعوة؟ نعم، الدعوة للوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه دعوة ينبغي أن يكثر منها المسلم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.